صباح الخير لكل المشاهدين وصباح الخير لكمان إيمان. إن شاء الله تكونوا عم بتحضروا حالكم لنختم نحن اليوم أسبوعنا الرياضي اللي كنا بلشناه نهار الاثنين. ست أيام اشتغلنا نحن فيهم سواء، قطعنا على مختلف المواضيع، على كارديو فاسكولار ترينينج، على ويت ليفتينج، اشتغلنا على كل أقسام الجسم وعلى كل العضلات. وهيدا دائما أنا بدعيكم، ركبوا بازل، قسموا جسمكم لعضلات معينة وحطوا قبل بوقت إذا بدكم بري ترينينج بروجرام، وقولوا أنا بهذا النهار بدي أدرب هالمنطقة، بهذا النهار رح أدرب هيدول العضلات. نحن اليوم اخترنا نختم أسبوعنا بعضلات الشولدرز. بتعرفوا أنتم قديش هالمنطقة حساسة من الجسم. رح أنتقل أول شيء على أول صورة لفرجيكم نحن العضلات يلي بدنا نشتغل عليهم اللي هن عضلات الدلتويدز. هيدي صورة من الأمام، صورة من الوسط، وصورة من الخلف. هدول ثلاثة أقسام أكيد بكونوا عم بيقسموا الدلتويدز مسلز. رح انتقل على الصورة الثانية واشرح لكم ليش الصورة الثانية. اليوم بدي أحكي شوي عن هالصورة. بايوميكانيكلي اليوم العلماء والساينتست اللي بيختصوا بعالم الرياضة أكيد الجسم قسموه لعدة بلينز. ليش؟ ليفهموا كل حركة على أي بلين تشتغل، كل حركة شو الجوينت أكشن تبعها، وكل حركة بتمرن أي عضلة. هدول ثلاثة إذا في أرجع أشوف صورة بعد شوي صغيرة بتفرجي اول اذا بدكم قسم بيقسم الجسم لميله اماميه وميله خلفيه، وهي الكورونال بلين او حتى بيقولوا له فرونتال بلين هو ذاته. ساجيتال بلين بيقسم الجسم لميله يمين وميله شمال. بيرجع الترانسفيرس بلين بيقسم الجسم لقسم اعلى وقسم واطي. وهلا نحن عم نعمل حركات رح فرجيكم كل حركه على اي بلين بتكون عم تشتغل. خلص انا من الصوره. لما تشوفوا انتم انه هيدول الحركات مطبقين على الجسم على البلينز رح تفهموا اكثر البايوميكانكس تبعوا الجسم كونه كيف بنتحرك نحن وباي اتجاهات باي ميله. شولدرز هن بيقولوا له شولدر كومبلكس لانه محل كثير معقد، اكيد مفاصل بيشتغلوا بكل الاتجاهات وبكل البلينز، مشان هيك معرضين دائما للاصابه اذا بكون العضلات مش قويه. خليني بلش مع ايمان. ايمان خلينا على هيدي البول نشتغل. سيت داون بليز. من هون رح تكوني بيسكلي لا على الارض، رح تطلعي بكل ايد لحالها لاترال ريز مره يمين ومره شمال اب. لا لاترال ريز رح تكوني من هون هيك لفوق اب اند داون. طلعي قدامي جو هيد مره يمين مره شمال. هلا على عكس ما البعض بفكر هيدا الساجيتال بلين يلي هو بيقسم ميله اماميه ميله خلفيه. اللاتر ريز عم تشتغل على ساجيتال بلين اب اند داون شوي شوي كل وحده لحالها. طلع قدامي شد المعده كمان وان مور ريلاكس خليك هيك. هلا رح تطلع فيهم اثنيناتهم ثلاثة أربعة خمسة ستة دائما المعدة مشدودة دقن عالي سبعة جود ثمانية تسعة عشرة اوكي. رح نوقف هلا لقدام بيرفكت ورح نشتغل على فرونت ريز. ورح اعطيكم مثل على الفرونت ريز. لما نقول نحن كورونال بلين او فرونتال بلين ونقول فرونتال ريز شو رح يفكروا العالم؟ انه فرونتال ريز على الفرونتال بلين. هو لا، لما نحن نكون عم نشتغل هلا فرونت ريز عم نشتغل على شيء اسمه ساجيتال بلين يلي بيقسم الجسم ليمين وشمال. مشان هيك الفرونت ريز هي ساجيتال بلين موفمنت. ما بدي يكون انا عم بحكي اشياء عم تعملكم كونفيوجن، ولكن مهم جدا تعرفوا كيف بيتقسم الجسم لاي بلينز بيتقسم الجسم والحركات كيف بيكونوا على اي بلينز عم بيشتغلوا. بلا ما تسكريهم خليهم مثل ما هن يطلعوا لهون وينزلوا مثل ما هن كمان بيرفكت فور معدة مشدودة. شوفوا بوستشر إيمان بوستشر صحيح 6 7 8 9 دقن عالي دايما 10 I go for 2 more 1 and 2 and 2 لاح ريح شوي. بياخذ نفس إيمان. بدعيكم أنا لكل الناس يلي ما تمرنوا خلال الاسبوع يستفيدوا من الويك اند وبعده التأس كثير منيح كرمال تقدروا تعملوا شويه تمارين رياضيه
إذا أمكنكم تقدروا تطلعوا لبرا، تكونوا very recreational، تعملوا hiking. بعد في ناس بيسبحوا كتير لهلأ، فيكم بعد تمارسوا هواية السباحة، المشي. دائما عرضوا حالكم للانفايرمنت اللي حواليكم، سما، شمس، هواء، كل هدول مفيدين جدا. انتبهوا لأنه صار في غيار للتأس. دائما اشربوا ماء، دائما كونوا عم تعملوا هايدريشن لجسمكم. إيمان بنفس البوزيشن هلا من هون 90 ديجري انجل 90 درجة رح تكوني عم بتسكري وعم تفتحي، بلا ما تعملي هايبر ريتراكشن لورا، بتوقفي هون دقن عالي كلوز اند اوبن. يلا دائما ببسمتها المعتادة إيمان، أكيد منظبط ستارت بوينت من هون. يلا ليتس جو. واحد هلا لما نقرب لقدام شفتوا كيف الكوع كان عالي، ما لازم الكوع يكون عالي، لازم يكون من هون 90 درجة وخط مستقيم مع الكتف. هلا ما نحكي بيرفكشن بالحركة. 1 2 3 قد بعضهم. 4 great. 5 6 7 8 9 10. We go for 5 more. نشد المعدة. 1 2 3 4 5. بيرفكت. ناخذ نفس، رح نرجع نقعد على الفتنس بول. دائما تشالنج يور سيلف. اكيد ما تروحوا لنظريه بتقول نو بين نو جين، يعني مش ضروري توجعوا حالكم اذا بتحسوا بوجع، يعني في شيء غلط بالحركه. دائما حسوا في تعب، خاصه باخر اخر ريبيتيشن تبعوا السيت تبعكم، يكون في شوي نوع من، اذا ما بدكم مش وجع يكون في فيلير اكثر، يكون هيدي العباره نستعملها بطريقه اكيده. اذا حتكونوا عم تتمرنوا وما عم بتحسوا شيء بالتمرين تبعكم، ما عم بتحسوا عم تعطوا افورت، يعني انتم لازم تعملوا ستيب فورورد وتزيدوا شوي التشالنج على الحركات اللي عم تعملون كرمال تحسوا حالكم عم تستفيدوا. هذا ما بيعني انه لازم بالتمرين تروحوا اكستريم للاخر وتاذوا حالكم. تذكروا شغله، كل شيء اذا بنعمله بطريقه، كل شيء بالحياه اذا بنعمله بطريقه مش صحيحه وبطريقه كثير فيها نوع من الاسراف ونوع من اذا بدكم كثير الاكثار، رح يكون عندنا بعدين نتائج مش مزبوطه. حيلا شيء بنعمله منه الرياضه، يعني اليوم الرياضه لازم انتم مش بس انا نربطه بالعلم. كل ما اكون انا عم بتمرن بطريقه صحيحه، كل ما اكون انا عم باخذ نتائج. اذا رح اكون عم بتمرن عشوائيا 1 arm overhead press، الايد هون، اذا رح اكون عم بتمرن عشوائيا مش حيمشي الحال. ليتس جو. يلا overhead arcuate motion، بشد المعده. 2 اهم شيء الابر بادي تبعنا يكون جالس 100% انا عم نفذ الحركه. برافو. 3 4 اكثر شوي بنزل. 5 6 7 good keep smiling. 10 we go for 2 more. 1 and 2 and 2 switch it. 2 تذكروا كل يوم بتمرن فيه انا عم بقدم ستيب، كل يوم ما بتمرن فيه بغير الامور الاعتياديه، لا يعني لما ما اكون عم بعمل ريكفري، كل مره عم بختار، واسمعوني شو عم بقول، كل مره عم بختار اوفر هيد نروح اشرب ارجيله بدل ما اعمل رياضه، انا عم برجع 10 فشخات لورا. كلتشر الارجيله، اكيد انا نحن بمجتمع الارجيله، بس انا وقت بسال ناس بقول لهم انه دو يو سموك، بلي انا لا اي دونت سموك، انا بس بشرب ارجيله. ارجيله از سموكينج. اوكي سو مش غلط نعمل هذا الشيء، بركي كل واحد حر بحاله، ولكن ما نكون عم نروح للاكستريم بس عم نشرب ارجيله او بس عم نعيش حياه منا صحيه، عم ناكل بطريقه مش مزبوطه، ما عم ننام مزبوط، ما عم نعيش حياتنا بتودينا لبعض 10 او 20 او 30 سنه ليكون عندنا انفستمنت كثير كبير بصحتنا. عشان هيك بدعيكم هلا انا لما تحطوا اختيار مثلا ارجيله او سيجار او حيلا شيء مش منيح الى جانب التمرين، بأضعف الإيمان كونوا معتدلين. ما عم بقولكم بس تمرنوا لأنه هذا الشيء مش حيصير، بس كمان ما تكونوا بالدارك سايد، دائما تكونوا ما عم تنتبهوا على صحتكم. بشوف كثير ناس أنا بعمر 30 سنة 35 سنة 25 سنة بكون صحتهم أبدا مش منيحة من وراء عادات سيئة، التدخين والأكل مش مزبوط وعدم ممارسة الرياضة، هن بكل بساطة عادات سيئة. خلينا نحول
هالعادات السيئة ليكونوا عادات شوي أفضل. رح أرجع كمان نقعد على البول، رح نعمل من هون overhead ولكن مع half circle row. Good. Double arms هلا. رح تكون آخر حركة منبلشها من هون. And let's go. One. الموفمنت لازم يكون circular أو half circular. Two. أكيد ماني هون الصبح أنا لأعطي وعظات، it's not my job، ماني preacher أنا، ولكن أنا اللي في يقول إنه في قد ما في جرب نساعد نحن بعض نضلنا نعيش حياة صحية، مش بس إنكم تعملوا رياضة هدفنا، إذا بتعملوا رياضة وما بتعيشوا حياة صحية بتكونوا عم تعملوا contradiction لحالكم. Let's do it، خلينا نكون كأفراد صحيين، نرجع المجموعة يلي حوالينا نأثر عليها، كل واحد ببلش بعائلته بأصحابه يكونوا كمان صحيين، بالتالي بنكون نحن بشكل مباشر جدا عم نبني مجتمع كتير صحي، والمجتمعات الصحية هي المجتمعات يلي بتكون عم تعمل اشياء كتير منيحة. انا بذكركم بس انه المجتمعات الصحية ممكن تعمل كتير نتائج ببطولات العالم بالرياضة وبالأولمبيكس، خلينا نحن نكون ماشيين على هذا الطريق. Have a nice weekend، بشوفكم انا نهار التنين. Thank you إيمان. Until Monday, you know what to do. Get fit, stay fit.